الله يخرب بيت الدش. دش؟ يا ريت. قصدك الوصلة؟ يا ستي عادي، كلنا عايشين بالوصلة. أنا من رشيد على فكرة. مية مالحة وشوش كالحة زينا يعني؟ لا أنا ساكن بعيد عن البحر. إنما قولي لي، هو الوالد أبوك يعني تعب إزاي؟ ده كان قشر بمبوطي، ده كان نائب رئيس نقابة البمبوطية في بورسعيد تمن. هي البمبوطية ليها نقابة؟ أمّاً، هنا وفي السويس كمان. البمبوطية كانوا كتير أيام المهنة ما كانت في عزها، أما دلوقتي خلاص. من ساعة ما حصلت الحادثة بتاعت المركب الأمريكاني الحربي اللي اتضربت في اليمن، فاكرها؟ فاكرها. كانت يجي من 10 سنين. كانت سنة شؤم. في نفس السنة مركب تاني أمريكاني ضربت بمبوطية في السويس وقتلت واحد. من ساعتها الحكومة والجماعة بتوع التوكيلات الملاحية مغلسين علينا. كل يوم مظاهرات عند المحافظة وشغلانة. يعني من السويس لليمن لبورسعيد، إنما أنا ما فهمتش برضه الوالد حصل له إيه؟ عندك حق، أنا رغاية، بس كنت بديك فكرة عن اللي حصل وخلى أبويا يجيله السكر. هم وديون وزعل وبنت بيجهزها قبل مني ورجليه ضربت. لا إله إلا الله، الاتنين ضربوا؟ اليمين بس، بس كأنه الاتنين راحوا. مفيش بمبوطي بيشتغل بعكاز، عشان كده أنا سبت المعهد ونزلت مكانه. وهو زمايله على وادي الحلال اللي بيحبوه في المينا بيسهلوا هالي وهي ماشية. الله، طب لما أنت ظروفك معلم بيها لربنا كده، إيه اللي يخلي جوز جزم يتعرضوا لك ويتهجموا عليك؟ أنا أفهمك، لما بمبوطي لا قدر الله يموت تتنقل الرخصة بتاعته لأكبر أولاده، لو ما عندهوش ولد تتنقل لجوز بنته. أنا جوز أختي مدرس إنجليزي وربنا فاتحها عليه. أم واحد من العيال اللي انت روقتهم اتقدم لي عشان يتجوزني، عشان لما ابويا يموت ياخد هو الرخصة وما ينفعش تتنقل لي. دخل عليا بالحنية، عايزين نريحك، أبصر إيه، مدرك إيه، سكته على قفاه. شغل لي أخوه في الأزرق غلاسة. أنا ما كنتش متأكدة مين اللي بيضايقني لغاية ما انت حكيت لي عن المطار، قلت ما بدهاش نتعارك معاه. واللي حصل بقى؟ يا ريتني ما نطقت. ده انت كتر خيرك. هو انا هسكت له؟ انا مسكت عليه زله. اوعى تفتكر اني خايفه اعمل له محضر لطرت. لو انت بيفرق معاكي حاجه، انت ما شاء الله شكلك واخده الشقه هوايه. انا ما رضيتش اعمل له محضر عشان اساومه بيه. هقول له انك قدمت فيه بلاغ وانا اتحايلت عليك تسحبه، ولما تأثرش عني هو واخوه هخليك تقدم فيه البلاغ، وهخلي الاستاذ اللي كان معاك يشهد عليه، وبكده يحل عن سمايه. ويطير في سماي انا؟ اه صحيح، ده رزل وغبي ويمكن يقرفك. انا مش فارقه معايا لا هو ولا 10 زيه، انا بس هشترط عليه المره اللي جايه انه يعقم المطوه بتاعته. اني اسفه. اه شافع، لا انا كويس الحمد لله. لا لا كويس، ما تقلقش، انا خرجت على البيت. انت في البيت؟ ما انا نزلت اجيب لقمه كلها. انا جايلك على طول يا شافع. يا شافع انا كويس، اقفل، انا جايلك. ده الرئيس اللي انا شغال معاه وجوز اختي في نفس الوقت، انما راجل بعيد عنك. لما اقعد معاكي بقى هبقى احكي لك. هو انا هشوفك تاني امتى؟ برضه هتفضلي ساكتة؟ لعلمك بقى أنا المرة دي مش هسكت له. هتعمل إيه يعني؟ هتطلع تتكلم عنه في برنامج؟ مين هيصدقك؟ أنا نفسي مش هصدقك. يعني إيه؟ يعني مين هيصدق إن واحد واخد دكتوراه من السوربون، وأبوه كان رئيس جامعة اسكندرية، وابنه واحد من أعرق العائلات اللي فيها، يضرب أخته زي ما أي عرباجي بيضرب مراته لما تنكد عليه؟ وبعدين انا اصلا استفزيته وخرجته عن شعوره، يعني ما اقدرش اعفي نفسي من مسؤوليه اللي حصل. بس انا كان لازم اعمل كده، انا خلاص كنت قربت اواجهه واقول على كل حاجه. مش عارفه ده حصل ازاي، مش عارفه عملت كده ازاي.
يمكن أكون فجأة افتكرت كل كراهيتي ليه، وافتكرت اللي عمله فيا وفي بابا وفي ماما. أنا عارفة إني بكده نهيت أي فرصة ممكن أتكلم عنك بشكل كويس. أنا آسفة يا أحمد، أنا آسفة بجد. آسفي على إيه؟ أنتِ بس هدي نفسك، بكرة الدنيا هتهدى وكل حاجة هتبقى كويسة، أوعدك. ألف ألف سلامة عليك يا غالي. أنا أول ما عرفت إنك طلعت من الإسبيتالية قلت أكيد محتاج غذاء. تجيب لك شوية فاكهة، موز، برتقان، الفاكهة برضو حلوة للبدن. خلاص يا شافع، ما حسسني إن أنت برعت لي بكليتك. عادي يعني، إحنا مش في الشغل. كويس إنك لسه فاكر الفرق. قول لي، هتنزل الشغل بكرة ولا هتريح؟ لا هنزل، عندي لفة في المنصورة مش هرجع غير لما أخلص كل اللي في الجدول. خد برتقانة يا شافع. أصيل طول عمرك يا حودة، طول عمرك جدع. على فكرة أنا ما شغلتكش معي عشان أخو مراتي، لا مش أني ومش أسلوبي. ولو تفتكر أنا كلمتك قبل كده كتير، قلت لك تعال اشتغل معايا في التجارة، سيبك من الجامعة، الشغل الحقيقي في التجارة يا حودة. وعلى فكرة بقولك من قلبي في ساعة صفا. طبعا ساعة صفا، مش ضارب نص الفاكهة اللي جايبها لي. بالك يا حودة، أنت لو ركزت معايا في الشغل وفتحت مخك هيجي لك خير ما بعده خير. بقول لك ايه، مش لما ربنا يكرمك وتسد ديونك الاول. صدق يا شافع، انت اول مره تصعب عليا النهارده. صعبش عليك غالي، زي ما قلت لك ركز انت معايا في الشغل واثبت لي جدعنتك وانا هدلعك الدلع كله. ده انت مني وعليا يا جدع. وانت عليا ومني يا شافع، حبيبي يا شافع والله. بقول لك ايه، هو ايه اللي في كيس الاسود ده؟ ايه تصدق كنت هنسه، اصل انا عارفك بتموت في الكمبوت، قلت ما احرمكش. ده من ايام ما كنت بتتاجر في الكمبوت. مش عارف، هو تاريخ الصلحيه ممسوح كلها واحنا نعرف. حبيبي يا شافع، حبيبي والله يا شافع. طيب بما ان مفيش تاريخ صلاحيه ومفيش فتاحه، انا هعلقها في المكان وهتعمل ونس. اتكل انت على الله يا شافع، شكل الواحد مش هيعرف ينام من شيل جمالك النهارده. ايه احنا مش هنحبس بالشاي؟ هو لسه في شاي؟ Thank you.